والسبلية بابي سكارا. مباراة صعبة جدا ولعب كرة داخل ما عندك أول هدف. أول هدف على الطريق تشيكو. تشيكو رجع كرة في المرمى. تشيكو يفتتح باب التسجيل. أسماء لعل أبرزها سونيور البرازيلي محاولة خطيرة. والهدف الثاني. الهدف الثاني من فريق روما. كرة داخل منطقة الجزاء. بيلوتي مرمى. وتشيكو بيلوتي. تلعب كرة عرضية. فرصة التسجيل. هي تسديدة. والهدف يا أدري بيسكارا. بيسكارا يقلص الفريق. يتمكن التسجيل على هذه الكرة قوية. يفاجئ بيبو في حوار أرجنتيني. إذا فانتظار تنفيذ من بيراتي. بيراتي سجل والثالث للرمى. الهدف الثاني. لاعب فيري تلعب كرة أمامية عن سيماري بيبي. سيماري بيبي بالكعب. آخر كرة عند كريشينزي. كريشينزي محاولة خطيرة. فرصة ثانية وثانية. يسجل بيسكارا. بيسكارا يقلص.